شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكن على أصناف متنوعة ومميزة وهيك فيكن تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكن من دون أي كلفة توصيل إضافية. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهدول الطناجر أهين وأسرع للطبخ. هالست مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والتانية 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية، لأنه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي، وفينا نبدلهم مثل ما شايفين. مصنوعين من ستانلس ستيل 18/10 ومسكي باكليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب $139 بس، وبيطلع معهم هلا هديه هالعصاره على الكهرباء، وما بقى نعصر بايدنا ونتعذب. اتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكن وين ما كنتوا بلبنان مع هيدي الهديه فري دليفري. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء، مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة، يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. اتصلوا على بستلر على 01-44-55-55. مين منا ما بيعاني من اوجاع الظهر والرقبه، ان كان بعادتنا الغلط بالمكتب او اذا بحكم شغلنا على السواقه لوقت طويل او باي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليوميه. رويال باشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقه كتير مريحه لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لانه منه سميك وما ببين، ولكل شخص عنده ديسك او تكلس ما له غنى عن رويال باشر. بسعر $28 بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفة توصيل اضافية. رويال باشر كفيل للتخلص من اوجاع الظهر والرقبة. ما لكم الا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. لكن الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر او الرقبه، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت الصنوبر، الصبار وماده الالونتوين. ريفلكس كريم كفيل باعاده ترميم الخلايا الغضروفيه، تنشيطها وتجديدها. ماده الالاستين والكولاجين بخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكه ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحه بالمفصل، وما نعود نحس باوجاع عند الحركه. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. قديه منتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية وريجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع، بيبرو موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في او نحن وعم نقرا بالتخت، او حتى نحن وعم نسمع موسيقى او بحي لمحل بالبيت او بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقه الارداف كمان لمده 10 دقائق كل يوم. فايبرو بيلت فيكم تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قد ايه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربلو ما بقى نعطل هالهم لانه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون مايكروبيتس
بس نحط رأسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا أيربلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر، وهالمخدة لأنا مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطوروا ويزيدوا، كما أنه بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. فيكن تحصلوا على إيربلو ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بسالر على 01-44-55-55. إجمالاً مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارت تول رح أزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الرابر فيكن تحطوها بالشوز من جوا وهي كفيلة بأنه تدلكن طولكم لحدود 5 سنتيمتر. سمارت تول ما بتسبب وجع، ما إلا أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها. قطعة الرابر بتاخد شكل الإجر جوات الشوز وهيك فيكن تتحركوا بريحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارت تول صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية اللي بتتعب وبتوجع الظهر، هيك فيكن تلبسوا حيالة شوز مريح وتحصلوا على الطول يلي بدكن ياه من سنتيمتر واحد لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن إلا أنه تحطوا قطعة من سمارت تول جوات الشوز وهي كفيلة بأنه تدلكن طولكن وما تسبب لكن انزعاج. سمارت تول مصنوعة من مواد مريحة مثل ما قلتلكن، ما بتعرق الإجر يعني ما بتسبب انزعاج وجع أو حساسية وبتضاين لفترة طويلة. ب 20 دولار بس فيكن تحصلوا على سمارت تول، والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصلوا بسالر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا بسالر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.